بالنسبة للبيع والشراء يعني هل في نسبة محددة للربح المعين يعني؟ لا لا لا، ما لم يكن هناك غش فالأمر في ساعة. يعني إلا الغبن، ما لم يكن هناك غش، إلا الغبن الفاحش، يعني أرسلت ابني يشتري من عندك زجاجة كاكولا مثلا بجنيه، أعطى طلب 50 جنيه، غشاش طبعا. ما لم يكن فيه غش الأمر في ساعة. السلام عليكم.